السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدايدي من قناة شروحات الآيفون والأندرويد. اليوم بشرح طريقة الرجوع من الإصدار 11 أو الإصدار 11.0.1 إلى الإصدار 10.3.3. أول شيء لازم تكون عارف بعض الشغلات قبل تسوي أي شيء، إنه هذا الرجوع هو رجوع مؤقت، يعني أبل سامحة بي الآن، لكن بأي وقت أبل ممكن تقفل الرجوع. فلو أبل قفلت الرجوع ما في أي طريقة للرجوع للإصدار 10. طبعا ما في وقت معين، لكن إلى الآن أبل فاتحة الرجوع إلى الإصدار 10. طيب، هذه أول شغلة لازم تعرفها. يعني ممكن تشوف مقطع بعد شهر أو بعد شهرين وتقول لي ما ضبطت الطريقة، حتكون أبل قفلت هذا الرجوع. طيب، ثاني شيء، الطريقة اللي احنا هنشرحها الآن بتمسح كافة ما بجهازك، يعني بيصير جهازك كأنك توك فاتحه من الكرتون، بتسوي له فورمات كامل. فلازم انك تاخذ نسخة احتياطية لجهازك سواء على الاي كلاود او على الايتونز، وطريقة اخذ نسخة احتياطية بحط لكم هي اسفل مقطع هذا الشرح باليوتيوب، سواء على الاي كلاود او حتى على برنامج الايتونز. طيب، ثالث شيء، لازم تدخل حسابك للاي كلاود وتقفل خيار اللي هو Find My iPhone اللي هو ظاهر عندك على الشاشة الآن. بعدها رابع خطوة هتسويها إنك تروح لصفحة تحميلات الإصدار. يعني أنا أفضل دائما موقع آيفون إسلام، وبحط لكم رابط هذه الصفحة أسفل مقطع الشرح باليوتيوب. مثال، أول ما بتدخل هذه الصفحة بتلاقيها بهذا الشكل، بتروح إلى قسم الآيفون اللي هو أول قسم سواء لو كان أنت جهازك آيفون، وتنزل إلى الإصدار رقم 10.3.3. هذا الإصدار الوحيد اللي تقدر ترجع له، يعني ما تقدر ترجع لإصدار قبل. طيب، أنا آيفوني SE اللي هو Special Edition، فهحمل هذا الإصدار، بتضغط عليه بيتم التحميل. أنا حملته عشان الوقت، هذا هو الإصدار. طبعا حجمه 2.5 جيجا، يعني حجمه كبير جدا، فلو كان النت عندك بطيء ممكن يعطيك يوم يومين ثلاثة الله أعلم، ولو كان نتك سريع ممكن في 5 دقائق تحمله. هذه هي إصدارات الآيبادات وهذه إصدارات الآيبود. طيب، بعد ما حملنا خلاص ما نحتاج هذه الصفحة، نقفلها وصار عندنا الإصدار موجود على الجهاز. الآن بتشبك آيفونك بسلك على الكمبيوتر. طبعا الطريقة الوحيدة أيضا إن هي عن طريق الكمبيوتر، ما تقدر ترجع إلا عن طريق الكمبيوتر. بعد ما تشبك على الكمبيوتر بيجيك اللي هو علامة آيفونك بهذا الشكل أو آيبادك، بيجيك هذه الأيقونة، بتضغط عليها وبتتجه عليه، وبعدها بتضغط على، لو كان كمبيوترك ويندوز طبعا لازم يكون عندك برضو برنامج الآيتونز. برنامج الآيتونز ينزل على الويندوز وعلى الماك، يعني مو فقط أجهزة الماك، فبحط لكم برضو رابط التحميل أسفل مقطع شرح باليوتيوب بالنسبة لأجهزة الويندوز اللي حابب يحمل الآيتونز. فلو كان جهازك ويندوز بتضغط شيفت في الكيبورد بعدين بتضغط ريستور، ولو كان جهازك ماك بتضغط الت بعدها ريستور، بيجيك بهذا الشكل. بتروح تختار فين انت محمل الاصدار، يعني انا محمله في التحميلات، بروح اضغط عليه بهذا الشكل وبعدها بضغط فتح. الان بيقول انه جميع ما بجهازك بيتم مسحه، هذه الرسالة، فحنضغط على ريستور. لاحظ معايا هذا هو إصدار الآيفون الحالي 11.0.1، الآن حنرجعه إلى 10.3.3. العملية بتاخد شوية وقت، يعني ممكن 10 دقائق تقريبا من غير تحميل الإصدار، لكن العملية سهلة جدا وبسيطة، ما يبقى لها أي شيء. طيب، لو ما تعرف الايتونز على جهازك أو ما طلع لك الشعار حق أول اللي ضغطنا عليه، ممكن أنك تحدث الايتونز تتأكد أنه آخر إصدار. ثاني شيء، ممكن تغير الكيبل، حتى لو كان الأصلي أنت اللي مركبه ممكن تغير واحد ثاني، ممكن يكون عطلان أو خربان أو قديم. ممكن تغير فتحة الـ USB
لو ما نفعت هذه الشغلات كلها ممكن تحط جهازك بوضع اللي هو الريكفري مود او الديف مود، اللي هو تضغط زرارين او تضغط زرار الباور مع الهوم بالنسبه لاجهزه الايفون القديمه او الايبادات القديمه. اما بالنسبه للايفون 7 وال 7 بلس بتضغط اللي هو زر الباور مع زر اللي يوطي الصوت. معليش ممكن يكون مقطع شرح طويل شوية، أنا ما حوقف التسجيل عشان لو قابلتنا أي مشكلة إن شاء الله يصير نقدر نحلها سوا كلنا مع بعض. طبعا الآن هذه العملية كلها ما لها أي شغل بالإنترنت، بما إنك حملت الإصدار فعادي ممكن يكون كمبيوترك بدون إنترنت ما يفرق ولا في شيء. يعني هذه العملية خاصة بالجهاز تبع الكمبيوتر والأيفون، ما له أي شغل، ما في أي تحميل وما في أي اتصال بالإنترنت. واصلا تبقى نصيحتي يعني ما انصحك انك ترجع للاصدار 10، لانه اغلب التطبيقات بعد كذا حتجبرك للتحديث الى الاصدار 11، او في التطبيقات الجديده او الالعاب الجديده اللي ممكن تنزل يقول لك بس بتشتغل على الاصدار 11 فيما فوق. ويعني اجباري في يوم ما حتحدث للاصدار 11، ف يعني هذا الفيلم الطويل كله ما له داعي. لكن في ناس ما زالت تصر انها ترجع للاصدار 10، يعني في ناس مو عجبتها الخط، في ناس يعلق معاها النظام، في ناس اغلب الناس تسألني يعني انا جهازي مثلا ايفون 5 اس او 5 او 6 فتنصحنا نحدث؟ يعني قبل الجهاز لو ما هو متوافق مع الاصدار 11 بتمنعك، زي الايفون 5 ما هو متوافق مع الاصدار 11 كمعالج، لذلك ما نزل له التحديث 11. فأي ايفون او ايباد يدعم هذا الاصدار انصحك انك تحدث، ودائما تخليك تحدث اول باول، لانه التحديثات فيها
إما مميزات أو لست ثغرات للهكر أو للفيروسات أو غيره. فالتحديثات جدا مهمة سواء للجهاز أو حتى للتطبيقات أو الألعاب. طيب الآن طفى جهاز الآيفون، الآن بيبدأ عملية الريستور أو عملية الفورمات أو المسح الكامل للإصدار بمحتوياته. فالآن المفروض يكون ظاهر عندك اللي هو شعار التفاحة أو شعار أبل، وأسفل هذا الشعار بيكون الخط على مشارف البداية.
طيب الآن أيضا طفى جهاز الآيفون. وجاء الخط الثاني. الآن خلاص اشتغل جهاز الآيفون وما عندك أي مشكلة، وهذه الرسالة بيقول لك إنه أدخل شريحة عشان يشتغل الآيفون. طبعا شريحة للتفعيل فقط، لكن أول ما بيشتغل معاك جهاز الآيفون ما بتحتاج إلى شريحة لو أنت يعني تبغى يشتغل بدون شريحة. طيب الآن هنحط الشريحة وهنشوف إنه الإصدار صار الإصدار العاشر. بهذه السهولة انت رجعت ايفونك وما عندك اي مشكلة زي ما شفتوا بالشرح. الشرح جدا سهل وبسيط، بس هو يمكن الوقت اللي اخذ معانا، لكن ما عندك اي مشكلة. الان نحط الشريحة. خلاص الآن اشتغل. هذه خاصة بتحديث شركات الاتصالات، يعني عادي بس تسوي ابديت وانتهى الموضوع، ممكن تظهر لك وممكن لا. الآن بيقول لك رجع النسخة الاحتياطية، بيظهر لك نسخ احتياطية لو موجودة عندك على ايتونز بهذا الشكل، اختار التاريخ والنسخة اللي تعجبك او باسماء الايفونات اللي هي قد شبكتها قبل كذا، او سوي له اصدار جديد. احنا بنسوي اصدار جديد او نسخة جديدة بدون عشان ما ياخذ وقت. ونشغل وحنلاحظ معانا اللي هو الإصدار 10.3.3. يعطيكم ألف عافية، لا تنسونا من لايك والسبسكرايب بالقناة.